حسب أرقام المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2023 تم تسجيل 85,000 حادثة سير بالمجال الحضاري، كان سبب في قتل 993 شخص و 4413 شخص تعرضوا لإصابات خطيرة، 111478 شخص تعرضوا لجروح خفيفة. فشنو هي الأسباب اللي كتخلي نسبة حوادث السير ترتفع في بلادنا خصوصا في فصل الصيف؟ وكيفاش كتكون التدخلات الميدانية في الطرقات لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي والمراقبة الطرقية وحتى الوقاية المدنية؟ محمد حميدة. مع اقتراب الفترة الصيفية من كل سنة ونظرا للحركة الكبيرة والتنقلات الكثيرة في الطرق المغربية، كتسجل المملكة عدد كبير من حوادث السير، وهذه الحوادث كتكون خارج وداخل المناطق الحضارية، بحيث تم تسجيل 2074 حادثة سير خلال الأسابيع الأخيرة من شهر ماي الماضي بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني. وخلال تصويرنا لهذا الجزء تصادفنا مع مجموعة من حوادث السير في أماكن مختلفة، وهذه الحادثة اللي وقعت في طريق السيار ما بين الرباط وطنجة وحدة منهم، واللي كيعرف حركية كبيرة في فصل الصيف. انت بوحدك؟ بوحدك. هو الحمد لله على سلامتك. صافي، حنا نعيطوا لك الامبولانس انت والجندارم والناس المعنيين باش يجيو يديروا التدخل ديالك. وي انا جاي من الاتجاه ديال طنجه، الاتجاه ديال كازا جاي، السرعه ديالي القانونيه 100 باش جاي، تفرقعت لي الرويده اللي من اللي من ديالي من لهيه، تخطفت الطوموبيل ضربت في الباريه دارت بيا الطوموبيل. احنا عاده يعني في خلال العطله الصيفيه كنقوموا بدوريات يعني متواصله يعني 24 ساعه على 24 ساعه، وفي حاله الى تم الاخبار ديالنا يعني بحادثه من طرف السونتر دابيل، فاحنا كنجيو باش كنحدوا المكان ديال الحادثه وكنعلموا الناس المتدخلين. انتما كتشوفوا الامبولانس هي جات مشات باش دير دوميتور، الناس ديال الدرك الملكي مشكورين حتى هما وصلوا. نتمنوا على المواطنين وعلى مستعملي الطريق باش ياخذوا واحد الحيطه والحذر، لان اغلب الحوادث السبب ديالها اما النوم او قله النوم، وكذلك العياء، وكذلك يعني عدم اخذ الاحتياطات اللازمه يعني ترك المسافه القانونيه بين السيارات. هذه الحادثة كتختلف على حادثة السير الأولى اللي شفنا، واللي وقعت ما بين شاحنة نقل بضائع وسيارة من الحجم الصغير قرب دوار العفيفة نواحي مدينة القنيطرة. وكيف ما كتشاهدوا سائق الشاحنة كان فاقد الوعي، الشيء اللي خلانا نبحثوا على سائق السيارة اللي اصطدمت بالشاحنة باش نعرفوا كيفاش حتى وقعت هذه الحادثة. كنت غادي الصراحة انا والكاميو الشاحنة في نفس الاتجاه، وقيلا طرطق ليه هو البنو ديالو، وكنت ديجا انا تونغازي باش ندوبلو هو يدور تقريبا بقيس كامل، حاولت نهرب عليه ما قديت الصراحه حتى دخلت فيه، لكن الحمد لله انا وقع لي والو الحمد لله. اثناء وقوع اي حادثه سير كيتم اخبار عناصر الوقايه المدنيه بمكان الحادث، ومع كثرة وقوع حوادث سير في فصل الصيف كتكسر المكالمات اللي كتخبرهم بوقوع هذه الحوادث في مجموعة من الأماكن المختلفة. يوقع مزيان الشق؟ وين المركز؟ أبو بكر القاضي حدا أكسيدون سيركيلاس. شي ما والو ما يطيحش لا غير شويه.
الاكتظاظ اللي كيكون احيانا في شوارع الدار البيضاء ما كيتسببش فقط في وقوع حوادث سير، بل كيعرقل التدخل اللي كتقوم به عناصر الوقايه المدنيه. بالنسبه للصعوبات اللي تنواجهها في الطريق، كاينين بعض المواطنين متهورين في السوكان ديالهم، اوليو باش ميخليونا نكونوا مديباسين واحد الحاله هزينا في لوبيتال باش نديو نوصلوا الاسرع ممكن باش نوصلوا لوبيتال، هو تيبدا يحبسنا. ما عارفش بان تقدر تكون واحد من العائله ديالو ولا واحد من لافامي ديالو ولا شي حاجه اللي تخلينا نكملوا العمليه ديالنا في احسن ما يكون. تسجيل لي كوردوني ديالو في الاس ا ا وابخي شافوا لو ميديسان دي زورجونس تم التشخيص ديالو واباز دو سيت كونسلطاسيون اون لوريونت سوا كيدير لا راديولوجي او بيان لو بيلون. ليفيكتيف كيطلع بزاف ديال حوادث السير خاصه في لي ويكاند وفي هذا الفصل الصيف. الوجهه الان غادي تكون المقر الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه باش نعرفوا شنو هما الاهداف اللي تم تحديدها في الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه من اجل التخفيض من نسبه وقوع حوادث السير في بلادنا. الفتره الصيفيه كتميز عاده يعني بواحد الفتره ديال التنقل ما يسمى يعني في المعجم بالفتره ديال التنقلات الكبرى، يعني انه الناس كيخرجوا في عطله وكيتواجدوا بكثره في الطريق العموميه. كذلك كتنضاف الى الحاضره واحد العدد ديال 350 الف سياره اللي كتنضاف للحاضره الوطنيه ديال المغاربه المقاطنين بالخارج، وهذه الفتره ديال التنقلات الكبرى يعني كتجعل انه النسبه ديال احتمال وقوع حوادث السير كترتفع. الاستراتيجيه حددت واحد المجموعه ديال الاهداف اللي هي مرقمه بالنسبه لجميع المتدخلين على المستوى الوطني، واللي هي كتعلق انه لازم اننا نخفضوا بواحد النسبه ديال 50% في افق 2026 بالنسبه لعدد الوفيات التي تسجل يعني جراء حوادث السير. مجموعة من التصرفات كيقوم بها بعض الأشخاص ممكن تؤدي لوقوع حوادث سير، ومن ضمنها المخالفات اللي كيرتكبوها سائقي الدراجات النارية، بحيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 31% في حوادث السير الخاصة بمستعملي الدراجات النارية. ولهذا السبب الوحدات المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كتقوم بالمهام ديالها بشكل يومي لضبط هذا النوع من المخالفات. هاد الكاسك ما كنتيش ديرو أول الأمر على راسك، خلي الوضعيه اللي كنتي داير فيها الكاسك، الوضعيه اللي كان على الكاسك اللي كما كان كما ضبطتك في الاول، كما ضبطتك فيه في الاول ما كانش بحال ما هكا، كما ضبطتك فيه في الاول ماشي هكاك. ما بزيروش بزاف كيرجع لك. الوغ كان بحال ما هكا، هذيك كتبقى انك انت واضع هذا الخوذه باش 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 تهرب من المخالفه، ولكن في حد ذاته هذا الكاسك هذا الخوذه اللي داير انت راه غير مطابقه للمعايير القانونيه، راه ما غتحميك ما غتخليك ما من حتى شي فائده. لهذا الوثائق ديالك هما مزيانين ولكن المخالفه راه غنسجلوها لك ديال الخوذه، غنسجلوها لك باش مره اخرى ان شاء الله باذن الله باش غادي دير واحد الخوذه اللي غادي تحميك خوفا على نفسك وباش ما تعرضش راسك والناس الاخرين للخطر. بالنسبه للدراجه الناريه ديال راه تمت المراقبه ديالها، الحاله الميكانيكيه راه عاديه، المحرك راه عادي، ما كاينش شي مخالفه اللي كتستدعي الوضع بالمستحجز المحجز البلدي. تأدي الواجب ديال المخالفه هنا اذا على بركه الله. جميع المخالفات اللي كنقوموا بالتسجيل اللي كنضبطوها يوميا كاين المزاوله ديالنا ديال المهام ديالنا، كاين العلامات التشويريه المروريه ما تيحتارموهاش. على سبيل المثال الاشارات الضوئيه، العلامات التشويريه الخاصه بعلامه قف، الخط المتصل، وهاد سائقي الدراجات الناريه كثره ما تيرتكبوا هاد المخالفات تتكون مؤديه لحوادث السير، اذا دائما تيكونوا سبب رئيسي في حوادث السير. هاد المخالفات اللي كيقوموا بها بعض سائقي الدراجات الناريه كتسبب في ارتفاع نسبه حوادث السير، وهذا الارتفاع تمت المناقشه ديالو في البرلمان خلال احدى الجلسات الخاصه بالاسئله الشفويه، واللي كشف فيها وزير النقل واللوجيستيك على كيفاش غادي تقوم الوزاره بمواجهه هذا الارتفاع. نسبه القتلى في فئه مستعملي السيارات تقلص ب 30%، في حين ارتفع عدد الضحايا من فئه مستعملي الدراجات الناريه بنسبه 31%. اليوم اصبحوا تيمثلوا حوالي 40% من مجموع قتلى حوادث السير مع الاسف. وباش نواجهوا هذا الارتفاع هذا سطرنا برنامج عمل متكامل سميناه الدراجه الامنه، تيتم التنزيل ديالو حاليا، واهم
يعني المكونات ديال البرنامج هو توزيع 50,000 خودة وقائية، تنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وكذلك تعزيز المراقبة الطرقية على مستعملي الدراجات النارية من خلال تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، ولكن أيضا تحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة. انتقلنا لإحدى النقاط اللي كتقوم فيها عناصر الأمن الوطني بالمراقبة الطرقية، وفي هذه الأثناء غادي يتم توقيف أحد السائقين اللي تجاوز السرعة المحددة وسط المدينة. السلام عليكم. أمن الوطني المراقبة الطرقية وتأت السيارة سيد. رخصة السياقة. عندك مخالفة ديال السرعة 70 كيلومتر في الساعة، خلص دابا ولا من بعد؟ مسببات ديال حوادث السير بالدرجة الأولى هي السرعة، وهذه السرعة تتجلى في تهور بعض السائقين خاصة الشبان منهم. كذلك هناك السياقة تحت تأثير الكحول، هناك عدم احترام الإشارات المرورية، بالإضافة الحالة الميكانيكية ديال بعض المركبات. ما يخص المديرية العامة للأمن الوطني حيث منها الحد من هذه الظاهرة ديال حوادث السير، فلجأت لهذه النقاط ديال المراقبة، سواء المتحركة عبر هذا الرادار اللي تشوفه، أو الرادارات مع تنسيق مع وزارة تجهيز النقل، الرادارات الثابتة، أو بعض الرادارات المستحدثة أو اللي يلا خرجت من حيز الوجود مؤخرا، دوك اللي غادا أو باقي تيكونوا في السيارات، من أجل التقليل أو الحد من هذه الآفة ديال حوادث السير اللي تتحصد أرقام وأرقام مهولة كل سنة. عوامل كثيرة كتأدي لوقوع حوادث السير، ومن ضمنها بعض النقاط السوداء المتواجدة في الطرق الوطنية واللي كيوقع فيها عدد كبير من الحوادث بشكل متكرر. وبحسب وزير التجهيز والماء، هاد النقاط وصل العدد ديالها 340 نقطة سوداء، وحددنا واحد 340 نقطة سوداء، وهذا تطلب منا بالطبع معالجة المحاور الاستراتيجية الخطيرية، ومن جهة أخرى كذلك معالجة النقاط السوداء الموزعة على باقي الشبكة الطرقية. فاحنا قمنا بعملية ديال حل الإشكالية بالنسبة ل 15 نقطة سوداء اللي بالنسبة لسنة 2023، وإن شاء الله غنواصلوا في هاد بسرعة وهاد العملية في المستقبل. شكرا. العامل الرئيسي لحوادث السير في غالب الأحيان كيكون هو السرعة، وكاين مجموعة من الأشخاص ما كيحترموش السرعة المحددة، بحيث سجلت وحدة الدرك الملكي لإقليم النواصر 26 حادثة سير و 2920 مخالفة سير منذ بداية شهر يناير حتى لنهاية شهر أبريل في السنة الجارية. السلام عليكم. الدرك الملكي مراقبة بجهاز الرادار ويقف السيارة. الله يطول في عمرك. النوع ديال المخالفة هي إفراط في السرعة، السرعة محدودة في عين المكان اللي كاين فين كاين جهاز الرادار 80، وجيت في السيارة ب 94. نعم الدرجة عندك الدرجة الثالثة المخالفة بعين المكان 150 درهم، تخلص 150 درهم تنعطيك ترصي. صافي شوف كان 150 درهم نعطيك ترصي من فضلك. المراقبة اللي كيقوم بها عناصر الدرك الملكي ما كتقتصرش فقط على السرعة، بل كتكون على مجموعة من الأمور واللي منها الحمولة الزائدة، الإنارة، والعدد المسموح به للركاب.
كذا في عدد الركاب. بغينا نعرفوا زعما علاش ارتكبتي هذا الفعل، انت عارف بان تجاوز عدد الركاب اللي مسموح بهم كتعتبر مخالفه. ايه واش هذا لك؟ كاينه اكراهات. اللي هي؟ لا شلا. بزاف. لا ولكن باش انت غتفسر هذا الفعل اللي قمتي به؟ انا عندي تقريبا تما جوج ديال الناس ماشي فواياجور اصلا. كريسو نزيتو من السطات وقع عليه مشكل عائلي غادي يفكوا هذا الشيء اللي كاع عندي جوج بلايص تما ماشي جوج كاينين وجوج اخرين ماشي سيرساج هذا الشيء اللي كاين. تسجيل هذا النوع من المخالفات اللي شفنا كيتطلب يقظة عناصر الدرك الملكي وايضا وسائل ومعدات تقنيه ابرزها رادارات خاصه بمراقبه السرعه. وحدات الدرك الملكي كتوفر على مجموعه من الوسائل والمعدات اللي كتستعمل في المراقبه ديال المخالفات اللي كتعلق بمدونه السير على الطرقات، بحيث ان اعوان المراقبه بامكانهم ضبط مخالفات السير اما بالمعاينه المباشره او بالاستعانه بوسائل تقنيه واجهزه الكترونيه. بالنسبه للمعاينه المباشره يمكن ضبط مخالفات مستعمري الطريق فيما يخص على سبيل المثال عدم استعمال حزام السلامه، تجاوز المعيب ولا السير على الممرات الممنوعه الى غير ذلك. بالنسبه للمعاينات باستعمال وسائل تقنيه واجهزه الكترونيه يمكن المراقبه وضبط سلوك السائق او الحاله الميكانيكيه للعربات بواسطه رادارات المراقبه ديال السرعه، اجهزه المتنقله لمراقبه وزن الحموله، أجهزة مراقبة نسبة الغازات المنبعثة من المحركات إلى غير ذلك. بعض سائقي حافلات نقل المسافرين كيتجاوزوا العدد المسموح به للركاب، ومنهم اللي كيهمل أيضا مراقبة الحالة الميكانيكية للحافلة قبل السفر، كيف موقع لهذه الحافلة. غير نعرفوا شنو وقع هنا؟ شحال في الحافلة؟ الجزائر راكبوا كيتشموا في ريحة الدخان وهذا. شنو السبب؟ السبب العافية. واش السبب اللي خلات العافيه؟ السبب راه الطريق راه صحاب سخون والطريق جي عافر. واش كتشوفوا دابا ولا غاصب كيصوبوا هاد الكيران خاص ضروري يديروا واحد المراقبه ديالها؟ ضروري ضروري ضروري. خصك تصاحب دابا الحال سخونه سلامه الناس هي الاولى. بحال دابا الكار داز بلا فيزيت والكار اللي فيه 65 راه ما بقاش ديال الخدمه، هادشي خاص الناس يعرفوا. اما الشيفور ديال الكار راه لا علاقه مسكين، ها طريف ديال الخبز وصافي. كلشي من الخيوط ديال الديمارور، خيوط ديال الديمارور، كوب سيركو، كوب سيركو راه كيوقع في اي حاجه. انت ما درتيش المراقبه ديالك من قبل؟ حتى المراقبه راه كاينه، وانما خيوط كوب سيركو يخيط راه اي حك على خو يتحرك والحراره. الناس اللي دابا هضرنا معاهم تشكاو شويه، قال لك راه السائق كان غادي بواحد السرعه اللي هي كبيره. لا خويا ما كاينش سرعه كبيره، راه تيسكين. علاش انا غادي نكذب عليك؟ المشار كيحكم على كلشي. من مدينة الدار البيضاء غادي ننتقلوا لسيدي بوقناتل، لإحدى النقاط اللي كيتواجدوا فيها عناصر المراقبة الطرقية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، باش نعرفوا كيفاش كتتم مراقبة حافلات نقل المسافرين خاصة مع اقتراب فصل الصيف. السلام عليكم، متأكد الحافلة اللي فيك؟ دقيقة غير نسجلوا فيها. شحال عدد الركاب اللي عندنا في الحافلة؟ عندي شي 25 درهم. 25 درهم. تفضل السلام. شكرا.
الحافله اللي تمت المراقبه ديالها، فلقينا بان الطاقه الاستيعابيه ديالها كتوصل 50 راكب، يعني الطاقه الاستيعابيه ديال 50% باش غادي هذه الحافله هذه. لم يتم تسجيل اي مخالفه، واذا تم يعني ملاحظه او رصد بعض المخالفات فيتم اللجوء الى القوانين الجانبيه العمل وتحرير المحضر في حق السائق مع اتخاذ الاجراءات اللازمه. الاغلبيه ديال المخالفات كتكون مرتبطه اما بالوثائق ولا بالحاله الميكانيكيه وسيرته العجلات، لهذا حتى حنا كنعزو من المراقبه في الاعياد الدينيه وفي الذروه في فصل الصيف. كيف ما شفنا في هذا الجزء كاين مجموعه من العوامل اللي كتخلي نسبه حوادث السير كترتفع، كالسرعه المفرطه، عدم احترام الاشارات المروريه، وغيرها من مخالفات السير الاخرى، بالاضافه الى النقط السوداء المتواجده في بعض الطرق الوطنيه واللي كتوقع فيها حوادث سير بشكل متكرر.